بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. معكم جمال، أهلا وسهلا. أولا كنتواجد حاليا دابا سيدي علا البحراوي المعروف بالكاموني اللي كتبعد على مدينة الرباط 30 كيلومتر، سالة 24 كيلومتر. هذه هي القدرون اللي كتدخل من طريق البياج ديال سيدي علا البحراوي، محطة الأداء ديال طريق السيار، بواحد 3 كيلومتر على القدرون كما كتلاحظوا. هذه دايره بها أراضي خالية. حنا غادي نشوفوا دابا الفيلا، غندخلوا ليها من هنا. هذه هي الباب ديالها ديال الفيلا. الطريق كما كتلاحظوا كتبقات بعيده على المجال الحضاري بواحد 900 متر على المجال الحضاري. القدرون هي هذه اللي جايه بواحد 3 كيلومتر ولا 4 من محطه الاداء ديال طريق السيار سيدي علا البحراوي. حنا غادي ندخلوا الفيلا على بركه الله، بسم الله على بركه الله. هذه هي الدخله. المساحة ديال هذه المزرعة اللي هي صغيرة طبعا، المساحة ديالها 5000 متر في شهادة المحافظة. كتوجد فيها واحد الفيلا ديال 218 فيها لتحت الفوق. هانتوما غتبعوا معنا الفيديو حتى الاخر. وهذه الدخلة هي هذه، هذا كوري ومكازا، عنده الباب ديالو الشانطي القدرون. المكازا مازال مسقفاش للمساحة ديالها، هاد الكوري هذا المساحة ديالو 300 متر، وعندو هاد ليسباس كما كتشوفو هنا، هاد ليسباس هذا، شوية ديال الخضرة بيو هنايا. هي هادي، هنا كاين واحد المحل ديال العساس، هو هداك بالباب ديالو بوحدو عاوتاني كيشوف القدرون. المكازا اللي مسقفة اللي كتشوفو الباب ديالها كحلة ديال الحديد، تا هي كتشوف مجهزة، كتشوف مسقفة نضالي عندها لي ديماتيك من الفوق، عند حتى هي الباب ديالها الشارع. وكوري ما مسقفش هو هذا. وهنا جات واحد الجلسه، واحد لي تيراس الطبله ديالو. والدخله طبعا هي هذه، دايره في السور، هاد الشهر السور كلها مشات دايره في السور، ما عندهاش سياش، عندها سور طبعا. لهيه كاين جيران تا هما، كاين فيرمات كبار. الفيلا الواجهه ديالها هي هذه، المساحه ديال الفيلا فيها 218، كتحتوي على 6 ديال البيوت ديال الناس، والتحت مفتوحه كامله. نتوما غتلاحظوا الداخل ديالها، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الداخل ديالها. وهنا المزرعه طبعا بقات، حنا غادي نشوفوا الصوره، غنضربوا واحد الصوره من الفوق باش يبان لنا المزرعه كامله. وهنا هاد ليسباس بقى هنايا، كاين واحد لي جاردان ليس هادي. الشجره هذه هنا رائعه في الوسط. الدخله هي هذه كما كتشوف، الباب شاد على القدرون، ما كاينش بيست طبعا. نعاود المساحه ديالها 5000 متر شهاده المحافظه. هنا ديال لابيسين، هنا كاين هذه الجلسه بلي كازو هنايا، والجلسه اللي من لهيه حتى هي واحد لي تيراس، واحد لي تيراس حتى هو كما كتشوفوا، ديك الطبله بيضاء. وهنا كاين لابيسين هو هذا. كما كتلاحظوا طبعا الصور ديالها مع الجيران هو هذا. لابيسين غيكون واحد 8 متر على 3 متر، 8 متر على 3 متر كما كتلاحظوا هو هذا. وهاد الكليسه جات هنا تحية على الدخله كما كتلاحظوا.
هنا كاين شوايه لساتها هي بالتلفازه ديالها كتطلع على لا بيسين كما كتلاحظوا. عندها لي بار سقفه الفرش ديالها فريخات. هنا كاين بير كاين بير هو هذا. هنا كاين البومبا كاين البير تبارك الله بير جي باتوري فيه كلشي هنايا البير. هنا من برا كما كتلاحظوا دابا غادي نشوفوا الفيلا من الداخل كما كتلاحظوا شويه التلفازه ديالها كتبقى هنا بلاصتها. وهنا قاعه الرياضه غادي نصورها لكم من الداخل طبعا. هنا غادي نشوف لكم دابا عاوتاني الفيلا من الداخل. الفيلا داير لها الطابع ديك الطابع بحال الشكل ديال الرياض ديال الطابع ديال المدينه القديمه ديال الرياض، لانه واخا تكون الحراره مفتوحه من الفوق واخا تكون الحراره كتكون الداخل بارده. هنا كاين الجدار النخلات هنا الحرس كما كتلاحظوا. كاين هاد الباب هذا ديال الكوزينه كيخرج من الداخل الكوزينه. وكاين طبعا هنا الشجار مخلط شويه ديال الحامض ولافوكا شويه المشماش هاد البلاصه هادي كرم رموس. حنا غادي نشوفو معكم اسيدي الفيلا الداخل. بسم الله بسم الله بسم الله. هنا كما كتلاحظوا كاينه مفتوحه كامله الداخل كما كتلاحظوا. هذا صاله هنايا صاله مفتوح. راديو فرات ايام زمان. هنا كما كتشوفوا من تحت مفتوحه كامله. شحال ديال علو باش دائما النظر تبارك الله في وقت الحراره كتكون برده. وهاد الجهه هادي جلسه اخرى عاوتاني. حنا غادي ناخذوا الصوره من الفوق عاوتاني الشيميني بلاصة فيها فتاي ليست هي واحدة أخرى زوينة. هذه القاعة الداخل القاعة الداخل مع الدخلة كتلقى هاد الصالونات هادو. هنا كاين حمام طبعا حمام كبير طوالات ومياه. وهذه قاعة ديال سبور رياضة عند الباب ديالها كيشوف لابيسين كما كتلاحظوا. قاعة رياضة عند الباب ديالها كيخرج هاد الكريسا و لابيسين هي هادي تا هي التلفزيون ديالها قاعة رياضة. هنا كاين واحد البيت تحط الحوايج وهنا بيت النعاس طبعا بيت النعاس لتحت وبيت واحد اخر هو هذا هادو اللي لتحت. غادي نشوفو دابا اتجاه ديال الكوزينه. الكوزينه هي هادي كوزينه كبيره تبارك الله بزاف اكيبي كوزينه عامره كبيره بزاف كوزينه طبعا شويه ديال الصباغه
هذه هي كوزينة. هنا غادي نشوفوا الفوق، غادي نطلعوا الفوق. الفوق كاين شومبر، هو هذا كاين شومبر. هنا شومبر كيشوف لابيسين خاوي يتنعس، كيشوف الشجر ديالو لابيسين جهة دار البيضاء كما كتلاحظوا. هنا هو هذا كتشوف من الفوق ستره. هنا كاين ان بلاكار، ان بلاكار. هنا كاين بيت حتى هو داو الصباغه ديالو هو هذا. الشجر ديالو كيشوف الجهه ديال الكاموني قنيطره بس. وهنا طلع من الفوق كتشوف كل شيء قاع من تحت كما كتلاحظوا. هنا من الفوق القبص راه كاين الجاج، فوق القبص كاين الجاج، لانه هو دار القبص لان كيكون الضو بزاف حسب الزاج الفوق باش غطاها بالقبص. واللي بغى يحيدو طبعا باش كيبقى اوفر كامله مفتوحه الجاج راه ممكن، كل واحد كيدير الذوق ديالو كيبغى. هنا غادي نشوفو لي تيراس، لي تيراس كيشوف اتجاه ديال الكاموني هنا. وهذا واحد لي تيراس كبير تبارك الله كيشوف على الفيرما كامله. هنا طبعا كاين الجيران، كاين الجيران هنا والله دايرين العسل هنايا. نحل هذه الجهه ديال الغرب كنصور لكم دابا اللي كتشوف نسلا والرباط، هذه الجهه اللي كتشوف طريق السيار محطه الاداء. والفيرما هي كيديرها حتى لديك السبري، كاين ديك الجار طويل هذاك هو الحد ديالها، دايره كلها بالسبري كلها بالسور. من هل هيه كاين تبارك الله فيلات كبار حتى هما جيرانو. ومن هاد الجهه هادي سيدي علي البحراوي كما كتشوفوا راه فينا هو مدينه، يعني 900 متر على المجال الحضاري. وهادو جيران هنا حتى هما دايرين فيلات ديالهم على الطريق. هذا لي تيراس لتحت، غادي نشوفوا لي تيراس الثاني. اللي كاين من جهه واحده اخرى غنجيو هنا. هذا التيراس الثاني اللي كيشوف الشرق حتى ها كتشوف على هاد الوحده طريق قدرون اللي جايه من الكاموني واحد 3 كيلومتر مع طريق السيار محطة الأداء. التيراس الثاني اللي كيشوف الشرق واحد كيشوف الشمال هو هذا اللي كتشوفوه ليه حتى هو كيشوف الشمال، وهذا كيشوف الجهه الشرق. وهنا فقط اراضي خاويه فيها الناس حتى هي سكن. وهنا كاين بيت الناس اللي كيشوف بيت الناس كيشوف حتى هو الشرق كما كتلاحظوا الحمام ديالو عندو الباب ديالو كيشوف كيتحل لي تيراس حتى هو الشرق. هذا هو الباب ديالو كيشوف هنا بيت الناس كتخرج من بيت الناس كتخرج الشمس ديريكت الشرق. وعندو شرجم كيشوف لابيسين وكيشوف القدرون المزرعه كامله. هذا هو لي تيراس، وهادشي اللي عطا الله باش نكرر المساحة، المساحة ديالها 5000 متر محفظة، الفيلا 218 مسجلة في المحافظة، البير محفظ، لابيسين محفظ،
الكوري ديال 300 متر حتى هو محفظ. يعني كل حاجه اللي كتواجد داخل هذه الارض ديال 5000 متر مشجله محفظه. يعني الاحداث كلشي خالص، الاحداث كامله خالصه. ونعود، المساحه هي 5000 متر، نصف هكتار، الفيلا 218، كوري 300، مغازا 100 متر، كلشي محفظ، كلشي مسجل. والله يسهل الامور للجميع، والله يشفي اللي مريض الله يشافيه، واللي عنده شي غرض اللي يقضي غرضه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش الاشتراك على القناه باش كتشجعونا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.